برنامج يوميا كنجري باش ننشر السلام والامن والاطمئنان بين الفنانين. اللي مخاصم نصالحوه، واللي مصالح نخاصموه، واللي ما عنده فيل ونزيدوه فيلة. ضيفة هذه الحلقه النجمه كليلة بونعيلات، غادي نفطروا معها اليوم وغادي نشوفوا اشنو تحت راسها ونقرقبوا معها الناب. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفه وكيعلموها باش تحضر معنا البرنامج رمضان شو، توك خفيف ظريف اللي فيه كيشارك مراد الفطور مع الجمهور. من خلال هذا البرنامج كيطلب من الضيفه يوهموا الناس انهم صايمين واخا هما مصورين البرنامج قبل رمضان. الضيفه كتجي معليه ما بها باش تحضر في برنامج شو، ولكن اللي ما عارفاش هو ان مراد غيطلع عليها في كل فاصل من فواصل البرنامج وفكيها يا من وحلتيها. معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج رمضان شو. رمضان شو كيستضيف اليوم نجمة التلفزيون المغربي كليلة بونعيلات. كليلة مرحبا بك. بارك الله فيك. عفاك كوب دابا الفكره ديال البرنامج. دابا حنا قبل الفطور واحد قسمين قبل الفطور غنبقاو ندرسو شي شويه كيأدي الاذان ومن بعد كنبداو نفطرو. فوالا 3 2 1 اي. انت من الفنانات المغربيات اللي قليله الظهور، علاش حاسه براسك شويه؟ لا لا بالعكس، انا ما تنبغيش نبقى نبان بزاف في مواقع التواصل باش نهضر غير على التفاهه. يعني شنو مازال معنا كليلة بونعيلات فاصل ونواصل. قلت لك التفاهه شويه غيهجموا عليك. لا لا، حيت كاين ناس تافهين. انت نفعتك الوسيطه في شوف، وانا كنبان لك ما كنخرجش من التلفازه باش تقول لي نفعتك الوسيطه. انا راه كنخدم مره في عامين مره في ثلاث سنين، شنو بان لك فيها الوسيطه في هذا الشيء هذا؟ لا وقيلا انت راه كتبان اكثر مني في لا تيليفزيون. انت عندك الوسيطه؟ انت شكون اللي جابك هنا انت؟ يلا انا كوب كوب عفاك كوب دخلنا في هذا الشيء، اسمحي لي. وعادي سؤال كتسولني كنسولك شنو فيها. انا اللي كنسول ماشي انت، حشومه عليك. يلا يا سيدي واخا، وانت بغيتي تطيح بيا؟ لا حيت هذه معيقه شويه، بغيتي تطيح بيا؟ والله ما بغيت نطيح بك. غير جاتني في الهضره وصافي. عفاك نحيدوا هذا الشيء؟ حيدوا عليه خليه غير ديالي، شي مشكل. لا اخويا انا كنسمع. وصافي يا صاحبي صافي كنسمع، راه هي اللي خرجت على الموضوع. شنو هو؟ ولا خصو يحيد هذا الشيء؟ سبحان الله ما عرفتكش داير بحال هكذا. الا ما احترمتينيش انا احترم هاد الناس هادو اللي كاينين هنا. حول ولا قوه الا بالله. واش انت كتمثل الفنان؟ دخلنا عليك بالله. انت غير فضوليه حيت كندوي انا مع المخرج. واش شغلك هذاك؟ واخا واخا صافي صافي واخا، ما فهمتش انا هادو منين كيطيحوا. البلاصه اللي تحتي منا طحنا منا حنا كاملين. وانا كنعتبرك بالنسبه لي انا فنانه ديجا طايحه. كتسحب هاد الكلمه هادي خصك تسحبها، ما غاديش نقبلها منك. كتسمع هادي خصك تسحبها. واخا واخا. واش غادي نبقاو دابا بحال هكذا؟ ما فهمتش. 3 2 1 اي. عفاك رباني شويه ضحكه باش ما نبانوش كنا مخاصمين. ما تنعرفش النافق، يعني غادي نخرج داك الشيء اللي انا باين عليا. انا راه ماشي فان ديالك بعدا وفرضوك في هذا البرنامج، انا راه غير بالزمن اللي جايبك. وانت مالك انت مول البرنامج؟ انت راه مقدم. شنو بغيتي زعما؟ واش كيفاش؟ وشنو بغيتي؟ وراه انا هو كل شيء. لا ماشي انت هو كل شيء، كاين مخرج كاين طاقم كاين. لا وانت دابا نقدموا نقصروا كيفاش؟ واخا سيدي انا غادي نقصر. يلا زيد. فاش نقصروا؟ حنا جايين نقصروا، راه جايين نفطروا. وزعما غادي نجاوبك على قد السؤال ديالك بكلمه كلمه. داكوغ يلا 3 2 1 اي. عندي دوسي ديال كليلة بونعيلات غادي نكشفوا اليوم، ولكن قبل ما نكشفوه خصنا بعدا نفطروا وتكون معنا ضيفه. ضيفه هذه الحلقه هي الفنانه المتالقه نجمه التلفزيون فاتي جمالي. كليلة بونعيلات فنانه مغربيه. غادي تعرفنا على بعضياتنا؟ والله الا تفضلي. صافا الحمد لله لاباس ربي يخليك. مرحبا بك. ربي يخليك. انا بغيت نجمعكم وبغينا نفطروا جميع. كليلة بونعيلات انت انسانه صادقه، وكيجاوك الاغاني ديال فاتي جمالي بلا نفاق. مزيانين وعندها الناس متتبعين ديالها. علاش كذابه؟ عاد قلتي لي التفاهه. كنهضر على التفاهه، ولكن انا ما هضرتش على فاتي، كنهضر على التفاهه اللي كاينه في مواقع التواصل الاجتماعي. وكاينه التفاهه اللي كتشوه الصوره ديال الفن ديالنا، لان ما تفعله فاتي جمالي انا اعتبره مراد. جيت عندك ضيفه غادي تحترمني ولا غادي نمشي في حالي؟ وحده من جوج. كوب كوب. قله الادب ما عندي ما ندير بها. ما تقولش لي عافاك قليل الادب، الله يرحم باك. ما تهزش عليا يديك.
ما تغوتش عليها، ما عندكش الحق. عافاك ما كنهضرش معاك. لا ما تغوتش عليها. دابا انت واش انت هو ما عرفش شكون في هذا البرنامج هذا؟ راه غير حشمانين على وجه المخرج، على وجه بزاف د الناس، تما راه غنوضوا غنجمعوا حوايجنا وغنمشيو بحالنا. راه ما حشمانيش على وجهك. دابا انت غير فضوليه، انا كنقول معايا. لا ما تغوتش، لا ما تهضرش معاها بديك الطريقه. يلا انت مع جلسات السيده بقيتي عليها ب انت يا فاشله كتشري، مالك على هذا الشيء؟ هضرتي بزاف، راه انت وليتي مولات البرنامج. حيت انت ما محكمش في البرنامج ديالك، كنتي محكم فيه وكتحترم الضيوف ديالك، ما غاديش نهضروا معك كاع بهذه الطريقه هذه. ما عمرني دابس مع شي حد في شي برنامج. اوف استغفر الله العظيم يا رب. بزاف هادشي عندك غير والله. وكمل اسيدي غير كمل. انا جيت حيت قلتي لي كليله كاينه، بوان فينال، ما جايش حتى على وجهك. ما قلتيش لي انت ندوز انا قبل منها؟ ومن بعد يلا كاع ومن قلت لها كليله بن علات، قالت لي ندوز قبل منها. علاش تسبقها وانا الضيف المفاجاه؟ تكون هي الضيفه المفاجاه وها هي قدامي. قلتيها لي يا فاتي ولا انت اكبر مخلويد شفته في حياتي؟ ما تقوليش الله يحبك مخلويد. يا ودي كملوا لنا هذه الحلقه، مشيو بحالنا نكملوا هذا الشيء هذا. حنا بديناها بعدا باش نكملوها. واسيدي بداها كملها، ما تتفاجئ. سولي لا غتسول شنو غتسول داكشي ديالك، مشيو بحالنا دوز الفقره اللي غناكلو فيها ولا شنو. ما انت ملي دخلتي انت كتنكري، ما عجبك حتى شي حتى شي حاجه فيه. لا الحمد لله جايه فرحانه. انت اللي ما عجبنيش فهاد 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 الشيء هذا. شوف صبرنا حتى عينا، احترمنا حتى عينا، وانت غير كتشعل الكاميرا كتولي واحد الوجه ديال اللطافه، تفضلوا فطروا هادي، غير كتطفى الكاميرا كيبان الوجه الحقيقي ديالك. عندها الحق. دخلي سوق راسك. ما تدخلش سوق راسي وما تغوتش عليا. الحماق هذا والله، الا الحماق الا بقينا معك. راه حنا اللي حمقين الا بقينا مكملين معك هذا البرنامج هذا. بساله كي دايره؟ ما تقوليش عافاك البساله. ساله احترم راسك بساله. ساله انت ما كتحترمش، انت ما كتحترمش لا الضيف ديالك، انت ما كتحترم حتى شي حد. انت اناني باغي تطلع زعما المشاهده ولا ما عرفتش شنو باغي دير زعما باش تبان انت هو الواعر. داكشي راه قديم. حشوم عليك تهيني بالخبره ديالك. لا نهينك انا، حشوم تهيني. لا نهينك انا، ما هنتكش. لا هنتينا بجوج، هنتيني انا وفاتي. انا مع هي، انت مالك؟ والله الا شيطان اقسم بالله العلي العظيم. ما تقولي الشيطان الله يرحمك. شيطان في صفه انسان. حشوم عليك، حشوم عليك. لا حول والله الا حشوم عليك. تريبي لي انا الحفله. لا 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 انت 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 بيبوليغ ولا عندك شي مرض؟ واش انت بعقلك؟ شنو بغيتي دابا؟ ها شنو بغيتي؟ ما لا بغيتك تكملي معايا الحلقه. واش انت حمق؟ اش غنكمل شنو غنقول انا وياك؟ واش انت كتكون مشرا شويه كتولي ظريف؟ انا ما فهمتش هاد التخربيق. واش عندك جوج شخصيات؟ وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. ما عادش يعفك. انا بدا نولي نشوفك في دوك مواقع التواصل الفهامات وتتهضر على الناس وداك الشيء. غنقول هاد الشيء كذوب. حسيت بك بحال حتى انت متفاهمه معاه. لا حول ولا قوة الا بالله. اصاحبتي كتشوفي كيبهدل فيا ايتو وما عرفت علاش اتفقتي انت وياه قبل مني. انت انا جيت انا الثانيه. واش كتهضري بالصحه؟ لا حتى هادشي انا جاني ماشي عادي، ما يمكنش السيد يهضر معايا بحال هكا. شنو انا ما عرفتش حيت نتوما كنتو قبل مني. واش انا غنقولي الا انا ما عرفتكش؟ بيان سور باش تهبطي بيا. علاش غادي نهبط؟ ما عرفتش ما عرفت. وزعما انت كنعتبرك صاحبتي؟ لا دابا انت فكري بالعقل. ما انا السيد عمرو ما دار فيا هاد الحاله. حتى جيتي انت وكنتي قبل مني يا صاحبتي. والله العظيم ما كاين. لا غير خرجي من رونتك كليله. والله العظيم ما كاين شي حاجه. لا حيت ما يمكنش السيد يدير معايا هاد الحاله. والله العظيم مش كتعرفيني انا غادي ندير بحال هادشي. عمرك شتي بحال هكا؟ انا ما تنعرفوش مزيان، ما عمرني مشيت للبرامج ديالو كنعرفو كفنانة. لا ما يمكنش. لا انا هادشي ما دخلش ليا لراسي، ما يمكنش. علاش غادا دابا؟ ماشي هادشي ما كليله. كاينه شي حاجه، ها علاش درتي بحال هكا؟ لا قلتي واحد الكلمه. اشنو قلت؟ تعقلي عليا. لا عقلتي. واحد النهار جيت نتصور انا والوالده ديالي معاك وهنتينا ودفعتي الوالده ديالي. فين هادشي؟ نسيتي عقلت، ولكن انا راه ديما ننساهاش. الوالده ديالي عامين وهي ضارها في قلبها هاد القضيه. فين هادشي؟ فين الله يرحمها ويوسع عليها؟ فين هادشي؟ فين يا ملاك؟ سمحي لي ولكن هاد اللقطه نرى عقلها عليها مزيان. دابا انا تلاقيت معاك انت ودفعت ماماك. دفعتي الوالده ديالي. انا علاش غادي ندفع مرا كبيره؟ ماشي كبيره هي بزاف، باقا جون. تقدري ديريها كليله. دفعتيها حيت مدات يديها عليك وحاولت تعنقك وتصور معاك. تقدري تكوني مسعصبه. شوف انا نقول لك واحد القضيه، الرجال اللي كيجي يحط يدي كندير له بحال هكذا وبادب، مرا ما يمكنش نحيد ليها يديها. دفعتيها انا ما نقدرش. الله يهديك. اش غنقول لك؟ معصبه ولا شي حاجه ولا ما نديرهاش؟ والله ما نديرهاش. حتى دارتها سمحي لها. واش طلبي منها المسامحه؟ المسامحه يعني انا كنقول لك انا ما درتهاش ياك، ولا كانت شي حاجه شاده في خاطرك عليا انا كنطلب منك. تقدر تكون اختك، اختك حتى تقدر ديرها. لا ما كايناش اختي، ما كتجيش. كيتشابوا هما، راه هما خواتات، كاينه كليله وكاينه ديمنه. لا ما ديرهاش. اللي قبيحه هي كليله والاخرى هي كليله وديمنه، زعما ماشي. انا عارفه راسي مزيان اش كنقول. الوالده ديالي ماتت وهي متاثره بهذه القضيه. ما كايناش. شوفي
ما اختي ما كاينه هاد الهضره هادي. شوفي انا ما يمكنش ندفع شي مراه كبيره. ما اختي ما انا شوفي فيا واش متاكده؟ واش والله ما انا اقسم بالله ما انا والله العظيم ما انا ما نديرهاش ما العظيم ما انا ما يمكنش. شوفي هادشي اللي كتقولي راه مستحيل نديرو مستحيل كاينه كاينه والله ما ندفع لك هادشي كاينه كاينه والله ما كاين ماشي زعما حيت الناس ما كايناش هاد الهضره مورات ما كايناش. علاش ندفع مراه؟ انا كنكون طالع ليا الدم كنخرج في الزنقه وكنهضر مع الناس باش تقولي لي امك بحال هكذا راه هادشي كيدير في القلب. وحق الله الا الهضره ديالك لا ترات فيا قسما بالله. وشوف كوني كوني متاكده راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك شي غلط راه ما يمكنش نديرها. صافي لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا قسما بالله العلي العظيم طلبي ربي اللي يسمح لك انا حق امي ما غاديش نضيعها. لا صافي اليوم غادي فريا شوف السر عزابي طلقني عاد ضيفنا حنايا برنامجنا غادي يكون حاصل. والله العظيم ياك ما قدرتش نختم هذه الحلقه لان بغيت غير نعبر لك درجه الطونسيو ديالي. فهمتي ليا اسمحي ليا انا مزال فيك ما تخلفيش عليا بينتي بانك انسانه حقيقيه وهاد السيده هادي فان ديالك وجات حاضره. دمعت غاليين دمعت غاليين بزاف كاليلا بو نعيلات من الفنانات الراقيات اللي كيشرفوا المغرب وكيشرفوا المغاربه. هذا فقط درجة الصبر ديال كليلة بن عيلات كنا كنقيسوا فيها والطونسيون سمح لينا بزاف. انا حشمان منها وما قدرتش نشوف ليها في وجهها واللي تآمر عليها في هذه الحلقة هذه اولا هو الجمهور اللي معنا هنا واللي تآمر معاها رقم جوج فاتي جمالي معنا. تحية النجمة المغربية كليلة بن عيلات. تشافي يستشهد بزيدان ويضيف برشلونة أحبط ريال مدريد. أبدى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة خلال مؤتمر صحفي الأحد اعتقاده بأن تنازل ريال مدريد عن لقب الدوري الإسباني في كرة القدم هو بسبب موسم رائع للفريق الكتالوني. وخسر ريال مدريد حامل اللقب على أرضه أمام فياريال 3-2 يوم السبت. ويمكن لبرشلونة المتصدر أن يوسع الفارق عن غريمه الملكي إلى 15 نقطة في حال فوزه على ضيفه جيرونا الاثنين. ورغم هذا الفارق الكبير بالنقاط جاءت خسارة ريال مدريد بعدما اكتسح برشلونة برباعية نظيفة الأسبوع الماضي ليبلغ نهائي كأس إسبانيا. وقالت تشافي: لا أعرف ما إذا كانوا قد توقفوا عن العمل أم لا، ولكن إذا فعلوا ذلك فهذا بفضلنا. وأضاف: يوم الاثنين من المهم زيادة الفارق إلى 15 نقطة، لن يعني أن أي شيء مضمون لكنه سيكون فارقا مذهلا. لا يهمني أن يفعل ريال مدريد شيئا أو لا، ما يهمني هو ما نفعله نحن. ويخوض ريال مدريد نهائي كأس إسبانيا أمام أوساسونا، وسيواجه تشيلسي الأربعاء في ذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأردف تشافي: إنه يعتقد أن فوز برشلونة بالدوري للمرة الأولى منذ العام 2019 سيكون إنجازا رائعا يحاول البعض تقليل من شأنه. وأضاف: الفوز بالدوري الإسباني أمر مذهل، الفوز بالدوري يمنحك الاستقرار. وتابع: أذكر مدرب ريال مدريد السابق زيدين زيدان بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا قائلا: إن الهدف كان الفوز بالدوري الإسباني يتم التقليل من شأنه، أن الفوز بالدوري بالنسبة لنا سيكون أمرا استثنائيا.